توزيعة تأتي في القائم الأول. التدخل من الحارس مازال الخطر، ولكن الدفاع والحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء للسياسي. هنا الإعادة مجددا لهذه المحاولة القسنطينية. التدخل كان من ركلة جزاء، فرصة هدف أول لشباب قسنطين، فعلا الهدف الأول. هنا لقطة الهدف الأول في هذه المباراة. تد قسنطينية، الكرة تلعب دائما لشباب قسنطينة عن طريق ديب في منطقة الجزاء. هذه صعبة وهذه خطيرة بالرأس، والهدف الثاني. الهدف الثاني يأتي. هجمة التفوق القسنطيني في هذه المباراة ليسجل الثاني ليؤمن الانتصار في هذه المباراة. خطأ ارتباك في دفاع مولودية وهران، التوزيع على اسيست وبالراس يحطها طمين في شباك الحارس دلك راشاي، ويسعد الانصار يقلصون النتيجة. ابناء الحمري مكن من العودة في النتيجة. بن بولعيد في التمرير، هنا التسديدة من ايبو زيدان يحط كورة في شباك الحارس نصير مسجلا بثالث الاهداف. كرة تأتي بثالث الأهداف لشباب قسنطينة. قلنا بأنه يقدم كرة ممتازة لطمين يلعبها بين أرجل الحارس دلك راشاي مسجنا الهدف الثالث، مسجنا ثالث الأهداف. والكرة قسنطينية البحث عن رابع الأهداف. هنا رابع الأهداف، الانطلاق فعلا رابع الأهداف. هنا الهدف الرابع عن طريق طمين، يسجل الهاتريك، يبصم على الثلث برباعية ممتاز. طمين هذا يسجل الهاتريك في هذه المباراة، ممتاز ورائع ومبدع.